مرة أنبى أشعياء كان قاعد على الميزة مع الآباء، وبعدين جه شاب عايز يتراضى، فوقف على الباب كده الشاب اللي عايز يتراضى ده، وهم قاعدين ياكلوا، فما سألش فيه وما دعوش للأكل وساب واقف فترة. وبعد شوية راح أخذ كسرة خبز ورماها له، فميل بشويش وأخذها وأكلها ببساطة ومسكنة. فقام بشعياء قال للي قاعدين حواليه ينفع يكون راهب؟ فرد اللي واقف على الباب وقال له ولكن بعد أن يشرب الرهبنة من منابعها، اللي يقصد الآباء. كان ده الأنبا أرسانيوس مع المؤردين.